بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموضوع أكل أموال الناس بالباطل. حث الإسلام على كسب المال بالطرق الصحيحة المشروعة وإنفاقه فيما يعود على الإنسان بالنفع محققا رضا الله تعالى، ونهى الإسلام بعدم أكل أموال الناس بالباطل بغير وجه حق أو سرقته أو أخذ مال على سبيل الدين من غيره ثم ينكر ما أخذه أو الحلف على السلعة باليمين الكاذب والغش في المعاملات أو الاستيلاء على أمانات الغير، وهذا يعد خيانة، وبالأخص أخذ مال أحد في شراكة ما والاستيلاء عليها. حذر النبي بشهادة الزور والكذب، قال عليه السلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، أي رجالا يتصرفون في مال الله إن كان من بيت المال أو يخص الأفراد بغير حق فيحصل عليه من وجه غير جائز. وقال عليه السلام: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي المال، أي إذا كثر المال عند الناس نسوا الآخرة بحب الطرف في الدنيا فيصبحوا طماعين، نفوسهم مريضة فيلجأوا إلى الحرام للحصول على المال. نهى الإسلام وحرم عن أكل أموال الناس والاستيلاء عليها بغير حق إن كانت سرقة أو نهب أو غصبا أو ظلما أو عدوانا، لأنه يعد من الظلم العظيم، فالذي يفعل ذلك فهو حرام، وما يأخذه سيكون نارا تشتعل في بطنه، ومصيره يوم القيامة النار، ولهم العقاب في الدنيا، فيحرم من إجابة دعائه وقبول عبادته وصلاته، وعند موته يكون تعيسا في حياة البرزخ. لعن الله كل من كان له يد في الرشوة وهو معطي الرشوة وآخذها، والوسيط الذي أخذ الرشوة من الراشي. هؤلاء آكلين أموال الناس بالباطل خدعهم الشيطان وزين لهم أعمالهم السيئة بأخذ أموالهم بالباطل، معتقدين أن إنفاق هذا المال في الأعمال الصالحة كالمساعدة في بناء مسجد أو مدرسة، فهؤلاء لهم عقاب عند الله على هذا المال الحرام، ولم تقبل منهم تلك أعمالهم الصالحة التي مصدرها من المال الحرام. فمن أنفق مال الحرام في الطاعة كمن طهر الثوب بالبول. فيجب أن يكون الإنسان أمينا عادلا بطلب الحلال، ويربي نفسه على الخوف من الله، ويشعر أنه مراقب من قبل الملكان اللذان عن الشمال وعن اليمين على كل قول أو فعل يفعله. وعلى الإنسان أن يعلم أن عقاب الله شديد يوم القيامة، فعليه أن يتجنب المحرمات لكسب رضا الله وهداة البال وبركة الرزق والسعادة، وإلا في فترة من حياته سيكون تعيسا. على الإنسان أن يتوب ويستغفر الله ويطلب رحمته ورضاه، ورد مال المظلوم وطلب المسامحة والرضا ممن ظلم قبل موتهم أو موته هو نفسه، ليصحى من ظلم وأخذ مال الناس بالباطل. قلوبكم ستظلم، إنه أمر خطير عظيم. To keep watching these videos, go to YouTube channel نائل مصيطف.